يوليوس ماديبو المرشح السيراليوني المعارض ينتخب رئيسا للبلاد على حساب مرشح الحزب الحاكم ويؤدي اليمين الدستورية رئيسا جديدا ساعات بعد إعلان لجنة الانتخابات عن النتائج النهائية. وقد أكد ماديبو في خطاب ألقاه لدى تنصيبه بأحد فنادق العاصمة فريتاون أن فجرا جديدا قد ولد، متعهدا بالنهوض بالأوضاع العامة للسيراليون التي تصنف ضمن قائمة الدول العشر الأكثر فقرا في العالم. وقد حصل ماديبو في الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية على نسبة 51.81 مقابل 48.19 حصل عليها مرشح الحزب الحاكم سامورو كامارا، فيما تجاوزت نسبة المشاركة 80%. يبدو أن انتخاب ماديبو الذي حكم البلاد لأسابيع عام 96 و900 وألف إثر انقلاب عسكري خاضه قبل أن يسلم السلطة للمدنيين قد لا تمر بسلاسة. فقد أعلن مرشح الحزب الحاكم في بيان بثه التلفزيون الرسمي عدم اعترافه بالنتائج، وقال سامورا إن بعض مكاتب التصويت فاق فيها عدد المصوتين عدد المسجلين، ملوحا باللجوء إلى المحكمة العليا داعيا الجماهير إلى التزام التهدئة. وتواجه الرئيس الجديد للسيراليون تحديات كبيرة، حيث تعاني البلاد التي يتجاوز عدد سكانها 6 ملايين نسمة غالبيتهم مسلمة الفقر، حيث تشير بعض الإحصائيات الرسمية الدولية إلى أن السيراليوني يعيش بنحو دولارين، كما تصنف البلاد في مراتب دولية متأخرة على مستوى الشفافية. وتتهم بعض الأوساط السياسية الداخلية الرئيس الحالي المنتخب بنهب 18 مليون دولار خلال الأسابيع التي أمضى في السلطة. وقد عانت السيراليون على مدى عقد من الزمن من الحرب الأهلية التي قتل فيها نحو 120 ألف شخص، وتسببت في تشرد ولجوء مئات الآلاف، فضلا عن التأثير الذي لحق باقتصاد البلاد الغنية بالماس والحديد والزراعة والصيد.